بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. حديثنا عن زكاة الفطر وعن مقاصدها وعن حكمها وعن الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر، وكذلك من يلزمه إخراجها، وما هو وقت إخراجها، وهل يخرجها الرجل عن ابنه وابنته البالغين، وكذلك من تعسى عليه إخراجها ولمن تعطى، وكذلك الحديث عن صلاة العيد في ظل الحجر الصحي. فزكاة الفطر هي واجبة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، فهي تجب على من اجتمع فيه شرطان: أن يكون مسلماً، وأن يكون قاضياً في وقت الوجوب ولو بتسلف قدرها إذا كان يرجو قضاء دين. والحكمة منها أنها طهى للصائم من اللغو ومن الغفة، وكذلك لها حكمة اجتماعية في إطار العطف على المساكين، اغنوهم عن السؤال عن المساكين والمحتاجين، وكذلك لها حكمة أخرى أن هذه الزكاة هي من باب الشكر لله تعالى على نعمة الصيام. وبخصوص الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر، فهناك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن زكاة الفطر تخرج صاعا من طعام أو من تمر أو من شعير أو من زبيب، والصاع هو أربعة أمداد، والمد هو ملء كفي الرجل المتوسط اليدين، أي ملء كفي الرجل المتوسط اليدين، لا يتخيأ، بل لا بد أن يخرجها من غالب قوت أهل البلد. وهنا مسألة تطرح في كل سنة: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر قيمة؟ يجوز إعطاء زكاة الفطر قيمة، أي نقدا للمصلحة، إذا كانت القيمة أنفع للفقير وكانت أيسر وأسهل، وخاصة في ظل الحجر الصحي، أخذا بمبدأ اليسر ورفع الحرج التي جاءت به الشريعة الإسلامية. وهناك فتوى للمجلس العلمي الأعلى بخصوص جواز إعطاء زكاة الفطر قيمة. من يلزمه إخراج زكاة الفطر؟ أن يكون مسلما قاضيا عليها يخرجها عن نفسه ومن تلزمه نفقته. بخصوص من تلزمه نفقته، هناك أسئلة: هل يخرجها الرجل عن ابنه وابنته البالغين؟ يخرجها عن نفسه ومن تلزمه نفقته، فهي واجبة على الكبير وعلى الصغير وعلى الذكر وعلى الأنثى من المسلمين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أي من صام ومن لم يصم، سواء كان صائما أو لم يصم، وتلزمك نفقته، منهم أولادك الذكور والإناث، الذكور إلى البلوغ إن كان عندهم عمل، وبالنسبة للأنثى إلى أن تتزوج، وكذلك يخرجها عن زوجته وعن أبويه الفقيرين، عن أبويه الفقيرين. ومن تعسى عليه إخراجها فهي في ذمته وتعطى للفقراء والمساكين. وبخصوص صلاة العيد في ظل الحجر الصحي، فالأفضل أن تكون في البيوت، وهناك بيان للمجلس العلمي بخصوص صلاة العيد في البيوت، فهي جائزة بشروطها، أي هذه الشروط العلمية المرتبطة الفقهية المرتبطة بصلاة العيد. فالأصل في إقامتها أن تكون في فضاء المصلى أو في المسجد الجامع في الظروف الاعتيادية. وكيفيتها المشروعة، أي المعلومة، ركعتان جهرا بالفاتحة والسورة، وبغير أذان ولا إقامة، وبسبع تكبيرات في الركعة الأولى بتكبيرة الإحرام، وست تكبيرات في الركعة الثانية
بتكبيرة القيام، وليست الخطبة شرط من شروطها. وقتها يدخل وقت أداء صلاة العيد من حين طلوع الشمس وارتفاعها في الأفق ارتفاعا بينا بنحو نصف ساعة إلى الزوال، مشروعية إقامتها في المنازل والبيوت على سبيل السنية. نص علماء المذهب المالكي وغيرهم على سنية إقامتها في المنازل والبيوت على الهيئة المشروعة حال فوات صلاتها في المصلى أو في المسجد مع الجماعة، أو حال تعدى إقامتها فيها لداء فيهما لداء من الدواء الاجتماعية في بعض الأوقات والأحوال، كما هو الأمر والحال في الظروف الراهنة الصعبة التي يجتازها المغرب وغيره من البلاد جراء تفشي وباء كورونا كوفيد-19 وانتشاره. فلا تصلى حينئذ لا في المساجد ولا في المصليات، وإنما في المنازل والبيوت، ما الأخذ بسنية الاغتسال والتطيب والتكبير قبل الشروع فيها، كما يستفاد ذلك مما جاء عند الإمام البخاري في باب إذا فاتته صلاة العيد، أي من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين، ونص عليه فقهاء المذهب المالكي. ولذلك ولهذه الغاية، أي غاية الحفاظ على سلامة النفوس المواطنين وصحة أبدانهم من آفة انتشار العدوى بهذه الجائحة الفتاكة، عملا بالآية الكريمة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والقاعدة الفقهية الحفاظ على الأبدان مقدم على الحفاظ على الأديان، ورجاء حصول الأجر والثواب لمن صلاها في بيته منفردا أو مع أهله وعياله، كمن صلاها في المصلى أو في المسجد مع الجماعة في الظروف الاعتيادية والأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. بخصوص الاحتفاء بالعيد في ظل الحجر الصحي، من مظاهر يوم العيد أنه من أيام الفرح والسرور ومشاركة الأهل والأحباب في هذه الفرحة، لكن الاحتفال بالعيد في ظل الحجر الصحي له ضوابط. الضابط الأول، لا بد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بمكتب البيوت. ثانيا، لا بد من استحضار مقاصد هذا الحجر الصحي للحفاظ على الأنفس، وهو من المقاصد الكبرى للشريعة الإسلامية. ثالثا، لا بد من استثمار وسائل التواصل الحديثة من هاتف وواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي من أجل صلة الأرحام بالوسائط في ظل هذه الظروف الاستثنائية، من أجل الحفاظ على صحة الآباء والأمهات وخاصة المتقدمين في السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعية. لا بد من الاحتفاء بالعيد باستحضار مقاصده الاجتماعية بالصدقة والتضامن والتكافل وتجنب المعاصي والإكثار من التكبير والتهليل والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.